من عمر 13 سنة وهو في المدرسة، حتى في مذكراته وما كتب عنه أو ما نقل عنه حتى الخادم اللي كان بيرافقه أو غيره من حكايات، هو كان بيقول إنه كان بطيء الاستيعاب في الدراسة وما كانش مقبل على التعلم بشكل كبير، وأرجع ده لخجله أو لعدم قدرته على التفاعل. الوقفة كانت عند 13 سنة زواجه، الوقفة دي حضرتك تقيمها إزاي في حياة غاندي؟ والله أنا شايف إنه هو نفسه حتى في مذكراته بيعترف إن دي عادات وتقاليد المجتمع الهندي، لكن هو مش مقتنع بده. والملفت للنظر إن هو بعد كده في مشروعه التنويري أو النهضوي كان يدعو المرأة لأن للتحرر ولأن تناضل من أجل الدفاع عن مصالحها، وكمان في نفس الوقت كمان كان ضد الزواج للمرأة في سن مبكر. وبالتالي فهو فيعني اعتقد ان العادات والتقاليد غلبت في ذلك الوقت. هو كان لم يصل الى درجه من درجات النضج، لكن عندما وصل الى درجه من درجات النضج واصبح ينظر لقضيه المراه من منظور اخر بعد ان سافر واحتك بالغرب وشاهد التجربه الغربيه، اعتقد نظرته تغيرت لكل ما كان يحدث في المجتمع الهندي في ذلك الوقت. لكن هو زواجه في فتره مبكره، يعني هو اعتقد هو كان زواج يعني تقليدي جدا والظروف التي فرضته، لكن لو الظروف عادت واعتقد كان فكر في هذا كان اعتقد كان خد قدر من الوقت لان يفكر في هذا، بدليل انه حتى في مذكراته دون ان يخجل بيتكلم عن علاقته القاسيه مع زوجته وفي المرحله الشديده والتملك وغيره بالظبط كده، ورجع بعد كده يعترف ان المراه هي يعني لها نفس الحقوق، واعتقد يعني الامور مختلفه تماما. يعني حتى في لفته انسانيه في مذكراته بيقول انه ما بينظر للاطفال في مثل عمره، يعني بيشعر بانه بيقول لهم برافو عليكم انتوا نجحتوا في ان انتوا تهربوا من الماساه اللي انا عشتها. بالظبط كده نعم. بالزواج بتاع 13 بالظبط سنه. بالظبط كده، هي مرحله يعني حياته كلها يعني اعتقد كلها محطات محتاجه لان تدرس ولان نقف امامها حقيقه يعني. لكن برضه الملفت للنظر انه هو عندما سافر في مرحله مبكره الى انجلترا وبعدين يعني ده ما اثرش عليه، هو في بدايه حياته ربما كان المجتمع الغربي بكل يعني جاذبيته كان ممكن يعني يجره الى اتجاه معين، ولكن هو سرعان ما ادرك انه اتى لمهمه ولا بد ان ينجح في هذه المهمه، وبالتالي تغير مساره تماما ويعني بدأ يبحث عن المسار الذي يؤدي إلى الهدف الذي يعني قرر أن يصل إليه.